مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. منذ جريمة الفرحاتية التي قامت خلالها الميليشيات باختطاف أكثر من 28 شخص من أبناء تلك المنطقة في محافظة صلاح الدين، وتم تصفية نحو 12 منهم، وجدوا جثثهم، أما الباقي اللي حد الآن لا يعرف مصيرهم. الجثث اللي وجدوها لفتيان وشباب من أهل هذه المنطقة المنكوبة بهذه الميليشيات منذ هذه يعني منذ تسرب خبر هذه المجزرة الجديدة اللي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي، وبالذات ميليشيا العصائب، ويعني قادة العصائب والحكومة يحاولون بطريقة وبأخرى أن يرموا التهمة على طرف آخر. وجدوا أن الوضع قد ساء كثيرا، التهمة يعني انتقلت، الجريمة شاهدها الكثير من الناس، أغلب العراقي أهل العراق كلهم شاهدوها، والجريمة الآن في كل دول العالم، يعني هناك ردود فعل حولها. الأمم المتحدة أصدرت بيان، الخارجية الأمريكية أصدرت بيان، الاتحاد الأوروبي أصدر بيان، كثير منظمات العفو الدولية وغيرها، Human Rights Watch، الكل، والاعترافات كانت واضحة من البداية. أهل المنطقة قالوا نعرف من قام بهذه القضية، السيارات نعرفها، السيارات التي جاءوا بها، وقد جاءوا قبل 4 أيام وشخصوا هم هؤلاء الميليشيات نفسها، نعرفهم بالأسماء وكذا. واضح الجريمة لا تحتاج إلى أي لبس أو أي تحليل أو محاولة. وذهب الكاظمي وتحدث وأراد أن يرمي التهمة على يعني الإرهاب وداعش، لم تنجح هذه القضية، وسافر إلى فرنسا وترك بعده من يحاولون أن يلملموا هذا الموضوع. وخرج علينا قيس الخزعلي ليتحدث عن يعني تحديه للجميع، وأن الميليشيات لم تقم بهذا، و أنه الحشد مقدس، وهو يعني يساند التحقيق في هذه القضية. وخرج أيضا علينا وكثير منهم، وخرج علينا أيضا ما كان يسمى مستشار الأمن القومي الوطني سابقا، وهو رئيس الحشد، هيئة الحشد الشعبي، يسمى هيئة الحشد الشعبي حاليا، فالح الفياض. فالح الفياض إذا تذكرون يعني هو الشخص المقرب من إيران كثيرا، المقرب من نور المالكي كثيرا، وشخصية غريبة عجيبة. لكن مع ذلك، إذا تتذكروا في بداية تظاهرات تشرين، في بداية يعني انبثاق ثورة تشرين، خرج فالح الفياض يقول أنه هذه مؤامرة، ونعرف من يقف وراءها، ولدينا معلومات وأسماء وسنحاسبهم، وهؤلاء يعني لا يمتلكون عقول ولا يعرفون حتى أن يصيغوا جملة واحدة. هكذا تحدث عنه، رغم أن شباب هذه التظاهرات من خيرة المثقفين، خيرة وخريجي الكليات وطلبة الكليات، وخيرة الشباب العراقي، وثبت ذلك خلال سنة كاملة، وأعطوا شهداء أكثر من 1000 شهيد، وأعطوا 30,000 جريح. الميليشيات والقوى الأمنية حصدتهم ونالت من عندهم. بنفس الوقت كان يعني في ذلك الوقت كان ما يسمى برئيس الجمهورية الحالي يقول هذه التظاهرات أو هذه الثورة جاءت على خلفية البؤس والفقر والخراب، فظهر هناك تناقض بين أحاديثهم. والحقيقة يعني في ذلك الوقت بدأت بيناتهم مشاكل كثيرة. المهم في هذا الموضوع، وقالوا بعد ذلك هذه مؤامرة، ومنهم الفياض أيضا قالوا هذه مؤامرة بعثية. وعندما لم يبتلع الشارع ولا الخارج هذه الكذبة المضحكة المبكية في نفس الوقت، لأن السؤال البسيط الذي وجه إليهم، يعني بعد 17 سنة من سقوط نظام البعث الآن، وبعد كل التصفيات وكل القوانين وكل كل ما جرى، وأهل العراق يعرفون بذلك، تقولون أن حزب البعث يستطيع أن يخرج ملايين الشباب في الشوارع ليتظاهروا ضدكم وليقوموا بهذه الثورة؟ هذه كارثة. إذا حزب البعث حزب قوي،
وله له سطوه في الشارع ويستطيع ان يزيحكم، كيف استطعتم ان تزيحوه؟ اذا هو اقوى منكم. هذه كذبه كبيره. والكذبه الكبيره في هذا الموضوع ان المدن التي خرجت في هذه الثوره هي مدن الجنوب، غالبيه البصره والناصريه والعماره وبغداد. طيب كيف تعللون هذا؟ هذه واحده. وعندما لم يجدوا قبولا لهذه القضيه، قالوا ومنهم فرع الفيض، قالوا هؤلاء مندسين، هؤلاء جوكريه مثل ما سميوا، يعني اولاد السفارات، وهكذا بدات القضيه. يعني المهم، الفارع الفياض قبل ايام اجرى مقابله لكي يعني بعد جريمه الفرحاتيه بدا الجميع يتحدثون. قال من ضمن ما قال انه الحشد هيئه رسميه ضمن مؤسسات الدوله، وهذه كذبه كبيره. لو كان الحشد مؤسسه رسميه فعليه ضمن مؤسسات الدوله ويأتمر بامره القائد العام للقوات المسلحه، وانت منهم رئيس هيئه الحشد الشعبي، انت يعني بامره القائد العام للقوات المسلحه لما فعلتم ما فعلتموه حين القى القبض على 14 وهاجمت الميليشيات حتى المنطقه الخضراء ودخلت الى المنطقه الخضراء وحاصرت يعني مقر قوات مكافحه الارهاب واخرجت ال 14 وداسوا على صور الكاظم القائد العام للقوات المسلحه باحذيتهم وهتفوا ضده وهددوه امام الكل وخرجوا وكانوا يرمون بالقنابل وكانت واضحه جدا ما الذي يحدث. هذه واحده. الثانية قال من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية والجهات وجهات يعني مخالفة خارج عن القانون. من هي هذه الجهات؟ ما انتم تتحدثون عن انه عندكم 17 جهاز، ما ادري 14 جهاز استخبارات، واستخباراتكم قوية ولا يستطيع احد ان يفلت منها، وتستطيعون معرفة كذا، وبجبال الحمرين تعرفون ماذا يحصل، وتبعثون الحشد الشعبي ليقاتل ما اعرف داعش. طيب شلون ما تعرفون هذه الجهات الخارجة عن القانون؟ هو تحدث عن اللجنة التحقيقية في قضية الفرحاتية، قال لجنة تحقيقية شكلت بأمر من رئيس الوزراء. يا مكثر اللجان التحقيقية، مئات الآلاف من اللجان التحقيقية شكلت بأوامر من رؤساء وزراء يعني تعاقبوا على حكومة العراق منذ عام 2003 لحد الآن، وين ذهبت نتيجتها؟ وقال أنه يتتبعون الدليل وتبحثون عن الأدلة، وهذا نفس الكلام اللي تحدث به يعني بعد ذلك الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة. قال بأن الكاظمي أمر يعني بتشكيل هذه اللجنة، وهذه اللجنة التحقيقية تجمع المعلومات وهناك شهادة لأصحاب العزاء والمواطنين. وقال أيضا نفس الكلام اللي قاله الفياض وقاله مصطفى الكاظمي بطريقة أخرى، قال هذا بشكل واضح أن من الواضح وقوف داعش، وهذا الكلام اللي قاله قيس الخزعلي، وراء من الواضح وقوف داعش وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإحداث فجوة بين القوات الأمنية والمواطنين. ليش تحتاج يعني هناك فجوة تخلقها داعش بين الحكومة وكل أجهزتها وبين الميليشيات بالذات والمواطنين؟ ما المواطنين اكتووا بنار الميليشيات منذ سنوات، وخاصة في هذه المناطق اللي يتحدثون عنها، 6 محافظات نكبت بالميليشيات وبأفعالها، فكيف يعني يفعلوا لإحداث فجوة؟ ما هي الفجوة؟ يا فجوة يعني هم من هجروهم وقتلوهم وسيطروا على أراضيهم وغيبوا أولادهم وقتلوهم، واضح، ويبتزونهم ليل نهار، فما هي هذه الفجوة؟ وداعش ايش دخلها بالموضوع؟ هذه كذبة الناس واعترافات الناس واضحة جدا، ويعرفون من قام بالجريمة، يعرفونهم بالأسماء ويعرفون عجلاتهم. المصيبة في كل هذا، وبعد ذلك قال نعمل على تأسيس نادي رياضي باسم الحشد الشعبي. يعني هذا بشر الرياضيين والأندية الرياضية أنه هناك نادي اسمه الآن راح ينافس بالكرة وبغير الألعاب، الآن نادي اسمه نادي الحشد الشعبي، وإذا ما يفوز الميليشيات تطلع عليكم للبيوت تقتلكم. هذه غريبة عجيبة. يحاولون الباس التهمة إلى غيرهم، كثير منهم يعني يحاولون تزوير الامور بطريقه وباخرى. لا يمكن تزوير هذه القضيه، القضيه واضحه جدا. لا فالح الفياض ولا الناطق باسم القياده العامه ولا رؤساء الميليشيات يستطيعون انكار هذه الجريمه. هذه جريمه ثابته، العالم كله شاهدها والكل يعرفها والكل يدينها، وهم في مأزق كبير،
ودائرة السوء دائما ما تدور على المجرمين والقتلة والذين يخوضون في دماء الشعب والأبرياء. دماء الأبرياء لن تذهب سدى إن شاء الله، وهذه الجريمة وغيرها من الجرائم لابد أن يأتي وقت ويحاسب الشعب كل هؤلاء المجرمين على ما فعلوه. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.